السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. حركات من الألعاب الجديدة نازلة على جوجل بلاي. اليوم راح نتطرق للعبة ونشوفها إن شاء الله وياكم. من الواضح إنها لعبة FPS First Person Shooting، يعني إطلاق النار من منظور الشخص الأول. أسجل وأرجع لكم. سجلنا ورجعنا. الآن اختيار اللغة، تركية موجودة بس العربية ما موجودة، يابانية راح أقول إنجليش أنا. طبعا الاختيار التضبيطات مع الوجه، شايفين انا ما راح العب فيها هذي. اي يوزر نيم، خلينا نحط الاسم. حطينا الاسم، اقول لك التليون. ستور اكويبمنت، راح ندي البندقية اللي ويانا. بلاي، اقول له سيرشنج، قاعد يدور على مروشة. مثل ما قلت لكم لعبة اطلاق نار من منظور الشخص الاول مبينة. اكو هدفين شايفين بالخريطة فوق على اليمين. هذا صاحبي، إذن هذا صاحبي. إذا ما مات صاحبي وياي، ما اشوف الخريطة هدف. انا الان طلعنا برا المعسكر. روح دور اهداف. هذا كل المعسكر، شنو المعسكر كبير. هذا الباب مال المعسكر، طلعنا برا. ما اشوف اي اهداف، صوت سيارة. كم يعني؟ يلا روح.
صاحبي هذا. لا تقلبنا يا معود، خو ما كليت فلافل. ولك سوى بينا هذا؟ طبعا ما اعرف انا، يعني مجرد لقاء باللعبة. طب اهداف معادية ماكو، يعني طلعنا من المعسكر وين رايحين؟ اخذنا الشارع ورايحين قبل. وصلنا منطقة طبعا، جيد من تلعب واحد تشوفه باللعبة وما تعرف وشارك اللعب يعني. وراح بالبر، عاف المدينة والقاعات والهذا، راح بالبر. وصلنا الهدف معادي طبعا، شايفين النقطة الحمراء بالخارطة. يا ولا تقدم عليه كلش، نزلنا. ذاك هو، ذاك هو، ذاك هو يركض. تعال ولك، وين رحت؟ هذا الهدف معادي. قدامنا الآن هو، ذاك هو. شوف رمى علي. يا يرمي علي، مات. هذا هو، خلص الرصاص. شلون ترجع؟ خلص الرصاص، خلاص شد. زين شو نسوي الآن؟ الرصاص وخلص. صاحبي كتله ما كتله. لابد ان اكو رصاص بالغرف. خل احاول اروح اخذ رصاص. طبعا انا جاي اشوفه بالخريطة، هو جاي يشوفني، فما اعتقد راح اتمكن من اني ابوق لي رصاص. راح يباغتني باي وقت. خل ارتاح شوية.
إصعاد الدم، معلش شايفين خط أبيض صغير من ينزل لازم ارتاح. الآن أنا بعيد عنه، جاي أدور بالقاعات على أمل إني ألقى عتاد البندغيتي. ما تفتح هاي، انا بقرية حوالي طبعا. اذا اريد اعرف مكانه، شايفين هاي النقطة الحمراء ادوسها، ذاك هو قدامي شوفوا، وهذا صاحبي وراء، ذاك صاحبنا بعده من المعسكر. ادور لي بس قاعة اكون القى فيها عتاد. القاعات كلها مسدودة والمفتوحة ما فيها شيء. طبعا دورت عتاد ما لقيت، اضطريت اطلع من اللعبة وارجع مرة ثانية. الان الهدف قدامي شايفين، رايح عليه انا على النقطة، المثلث الاخضر هو هذا العلامة الحمراء، فانا راح اروح عليه، رايح عليه انا الان. هي ما فيها عتاد اللعبة إلا العتاد اللي يعطيك إياه أول ما تلعب، فيا تقتل فيه يا تطلع برا اللعبة وترجع مرة ثانية حتى تاخذ عتاد. الآن ارتاح شوية، شوف الخارطة الآن قريب علي أنا يعني. ديرك يمهم، ديرك رايح له صاحبي يريد كتله. خروح كمل، هذا الخط الابيض اللي قاعد ينزل شايفه، هذا النفس مالك، اذا تتعب لازم توقف حتى تاخذ نفس وترجع تركض مرة ثانية. شايفين قاعد ينزل الان، الآن خلنا نوقف، خلي يرجع النفس وخلنا نشوف الخط. ادوس على الحمراء، قتل ادرك، قتل ادرك طبعا، ماكو ما لحقت عليه انا يعني. خلنا نشوفه قتله، لا رايح الآن واحد قدامي شايفين هاي النقطة الحمراء بالشارع هو، خلي اروح له. إيريك قتل ذاك إيريك، لازم اكون حذر طبعا، وبالشارع واقف. قدامي شايفين النقطة الحمراء، اكو لاعبين قاعد ينضمون ويطلعون الحقيقة، ما يعرفون للعبة. اللعبة اذا ما تعرف لها، خففت لنا، ما اريد يفاجئني هو موجود في الشارع. وقف لي وقف لي ولك،
وقبلي خلي اجيب وياك، خل نروح له. ثلاثتنا بالسيارة راح نصلي، راح انت بس انا دم ما عندي حساب. خلينا نشوف هذا رايح عليه. اي رايح عليه طبعا. دوس الدقمة الحمراء هاي على اليمين الشاشة ويدليك الاتجاه. ثلاثتنا رايحين عليها، دنزك وكارا. كارا هاي واحد اسمه كارا مسمي نفسه على كارا، وانا وياهم. ذاك هو فوق فوق شايفينه. طيب راح يتيتم هذا. ثلاثة جولة اي طلقة تجيني ابراهيم، اي طلقة تجيني راح. هذا هو شوفه. مات لا قلت هاي طلقة تجيني اموت. ذاك هو يمشي شافي، شافني شافني طبعا. قتلته قتلته طاح، قتلته. واحد ثاني ما ادري في هذا الثاني. كانت هاي لعبتنا اليوم حبايبي وياكم. اتمنى اللعبة هاركاتو اسمها، انا نازل على جوجل بلاي. اتمنى اللعبة حازت اعجابكم. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.